يعطيكم العافية. اليوم سوف نأخذ درسنا لهذا اليوم وهو القسمة على 10 و5 و1، وأخذنا في الحصة السابقة وتعرفنا على الضرب والقسمة، وتعرفنا على أن القسمة عملية عكسية للضرب. درسنا لهذا اليوم هو القسمة على 10 و5 و1. يريد بلال شراء أقلام رصاص ثمن القلم الواحد 10 قروش، فإذا كان معه 100 قرشا فما عدد الأقلام التي يستطيع شراؤها؟ لأجد عدد الأقلام التي يستطيع بلال شراؤها أقسم على 100، والمقسوم 100 المقسوم على 10 المقسوم عليه. طيب، ونقرأ 100 تقسيم 10 يساوي 10، ونكتب 100 تقسيم 10 ويساوي 10. 100 تقسيم 10 ويساوي كم؟ 10. تمام؟ فيكون عدد الأقلام التي يستطيع بلال شراؤها كم قلم؟ وهو 10 أقلام. ليش 10 أقلام يا تالت؟ لأنه إذا قسمنا 100 تقسيم 10 يعطيني 10 أقلام. 10 أقلام. طيب، لفكر ما العدد الذي إذا ضربته بعشرة كان حاصل الضرب 100. طيب، بجدول إيش يا تالت؟ بجدول العشرة. إيش اللي بضربه بعشرة بعطيني 100؟ طيب، 10 ضرب 10 ويساوي 100. إذن 10 ضرب 10 وهو يساوي 100. طيب، ويمكن كتابة جملة القسمة باستخدام رمز القسمة الطويلة. رمز القسمة الطويلة يا تالت هيك، رمز القسمة الطويلة الناتج يكون هنا، والمقسوم والمقسوم ايش عليه؟ المقسوم عليه. تمام؟ طيب، ناخذ مثال بسيط على رمز القسمة الطويلة. 30 تقسيم 3. ايش اللي بضربه في 30 بضربه في 3 بعطيني 30، بيكون 10. 10 ضرب 3 وهو ويساوي 3. 10 ضرب 3 ويساوي 3. تمام يا ثالث؟ طيب، ويمكن كتابة جملة القسمة باستخدام رمز القسمة الطويلة. طيب، فكر عند قسمة عدد على 10 مثل 90 تقسيم 10. ايش اللي بضربه في 10 في جدول العشرة بعطيني 90؟ احسنتم، 9 ضرب 10 كم بعطيني؟ 90. اذا ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ يا ثالث؟ نلاحظ انه المقسوم عليه العشرة، العشرة المقسوم عليه. تمام؟ أكمل 30 تقسيم 10. طيب، في جدول العشرة إيش اللي بقسمه؟ بكون على 10 بعطيني 30، أو بضربه بعشرة بعطيني 30. 10 ضرب 3 ويساوي 30. طيب، 40 تقسيم 10 نفس الشيء في جدول العشرة. 4 ضرب 10 بعطيني 40. 80 تقسيم 10، 8 ضرب 10 بعطيني 80. و70 تقسيم 10 برضو كمان 10 ضرب 7 أو 7 ضرب 10 بعطيني 70. هيك يا تالت بنكون أخذنا القسمة على 10. طيب، بعد ما أخذنا يا تالت أولا القسمة على 10، نتعرف ثانيا القسمة على 5. القسمة على 5 يا تالت سهلة جدا. أرادت رؤى توزيع 30 حبة تفاح على 5 أطباق بالتساوي. طيب، ما عدد الحبات التي ستضعها في الطبق الواحد؟ هل يمكنك مساعدتها على ذلك؟ نعم. كيف؟ عندنا 30 حبة تفاح وعندنا 5 أطباق. طيب، 5 ضرب 5 ضرب مربع يساوي
30. طيب ايش اللي بضربه بخمسة في جدول الخمسة بعطيني 30؟ عندنا خمسة أطباق وعدد التفاحات جميعها 30 حبة. طيب ايش اللي بضربه بخمسة بعطيني 30 وهو 6؟ إذا 5 ضرب 6 ويساوي 30، أو 6 ضرب 5 وأيضا يساوي 30. طيب 30 تقسيم 5 كم هون عندنا؟ 6. إذا 6 ضرب 5 ويساوي 30 حبة تفاح. طيب إذا في كل طبق سوف نضع كم؟ 6 حبات. 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 ويساوي 30 حبة. طيب ما العدد الذي إذا ضربته بخمسة كان حاصل الضرب 30 وهو 6؟ لمعرفة عدد حبات التفاح في الطبق الواحد سوف أقسم 30 وهي المقسوم على 5 والمقسوم عليه 30 تقسيم 5 وهو 6. طيب أكمل 4 ضرب كم بعطيني 20 يا ثالث في جدول الأربعة؟ 4 ضرب كم بعطيني 20؟ 4 ضرب 5 ويساوي 20. طيب 8 ضرب كم يا ثالث بعطيني 48؟ في جدول الثمانية رح يكون 8 ضرب 6، 8 ضرب 6 ويساوي 48. طيب 3 ضرب كم بعطينا 21؟ 3 ضرب 7. ثالث هون بدنا نعرف شغلة، 4 ضرب 5 ويساوي 20، وخمسة ضرب أربعة أيضا يساوي 20. إذا في جدول الأربعة وفي جدول الخمسة 8 ضرب 6 ويساوي 48، وستة ضرب 8 ويساوي 48. إذا برضو كمان معنا هو في جدول الثمانية وفي جدول الستة 3 ضرب 7 ويساوي 21، وسبعة ضرب 3 أيضا 21 موجود في جدول الثلاثة وفي جدول السبعة. طيب 6 و 30 تقسيم 6، ايش اللي بضربه في 6 بعطيني 36 يا ثالث؟ احسنتم، وهو 6. 6 ضرب 6 ويساوي 36. طيب ننتقل هنا، ايش حكينا؟ حكينا ان القسمه عمليه عكسيه للضرب، القسمه عمليه عكسيه للضرب. طيب 4 ضرب 5 ويساوي 20. طيب 20 تقسيم 4 كم بعطينا؟ 5. أحسنتم، 4 ضرب 5 وهي 20، تمام؟ طيب 48 تقسيم 8، إيش اللي بضربه ب 8 بعطيني 48 وهو 6؟ 8 ضرب 6 أو 6 ضرب 8، 8 ضرب 6 أو 6 ضرب 8 بعطيني 48. 21 تقسيم 3 في جدول الثلاث في جدول السبعة، 3 ضرب 7 أو 7 ضرب 3 بعطيني 21. إذا جينا نعملها بالقسمة المطولة وهي القسمة الطويلة، الناتج سوف نضعه هنا والمقسوم المقسوم عليه المقسوم والمقسوم عليه. إيش اللي بضربه في 9 بكون جوابه في 72. 9 تقسيم كم؟ 72 تقسيم 9 كم بعطيني يا ثالث؟ كم بعطيني؟ 8. أحسنتم، في جدول الثمانية وفي جدول التسعة، في جدول الثمانية 8 ضرب 9 ويساوي 72. 72 هيك يا ثالث بنكون أخذنا القسمة على 10 والقسمة على 5. لنكمل يا ثالث القسمة على 10 و5 و1، بعد أن تعرفنا على القسمة على 10 وتعرفنا على القسمة على 2 سوف نتعرف على القسمة على 1. لدى سجى 8 عصافير وضعتها جميعها في قفص واحد، ما عدد العصافير في ذلك القفص؟ لمعرفة عدد العصافير في ذلك القفص أقسم. طيب لدى سجى 8 عصافير وضعتها جميعها في قفص واحد، يعني 8 عصافير وقفص واحد. طيب لمعرفة عدد العصافير في ذلك القفص أقسم
8 المقسوم على المقسوم عليه اللي هو الواحد. إذا رقم 8 المقسوم على 1 وهو المقسوم عليه. طيب 8 تقسيم 1 كم يساوي؟ كم يساوي يا ثالث وهو في جدول الواحد؟ إيش اللي بضربه في 1 بعطينا 8؟ 8 تقسيم 1 بعطيني العدد نفسه، إذا 8، 8 ضرب 1 بعطيني 8، إذا 8 تقسيم 1 وهو 8، أي شيء بضربه في 1 بعطيني العدد نفسه، تمام؟ يعني 7 ضرب 1 بعطيني 7، 5 ضرب 1 بعطيني 5، 6 ضرب 1 بعطيني 6، جدول الواحد جدا سهل وبسيط، أي شيء بضربه في 1 بعطيني العدد نفسه. طيب بالقسمة نفس الشيء، 8 تقسيم 1 وهو 8، 7 تقسيم 1 بعطيني 7، 6 تقسيم 1 بعطيني 6، العدد نفسه، لأنه لما بضربه بعطيني العدد نفسه، أي شيء بضربه في 1 بعطيني العدد نفسه. فكر ما العدد الذي إذا ضربته 1 كان حاصل الضرب عندنا 8، إيش العدد يا ثالث اللي إذا ضربته بواحد كان حاصل الضرب 8؟ إذا هو 8، 8 ضرب 1 بعطيني 8، لذا فعلا 8 تقسيم 1 وهو 8. طيب و8 ضرب 1 أيضا بعطيني 8، 8 ضرب 1 أيضا بعطيني 8. طيب فيكون عدد العصافير في القفص كم؟ 8 نفسه، رح يعطيني 8 عصافير، 8 عصافير. طيب فكر عند قسمة عدد على 1 فما الناتج وأفسر ذلك. حكينا يا ثالث في جدول الواحد أي شيء بضربه على في 1 بعطيني العدد نفسه، برضو كمان في القسمة الناتج بعطيني نفسه، إذا فسر ذلك الناتج نفسه أي عدد يقسم على 1 الناتج هو العدد نفسه، يعني 8 تقسيم 1 بعطيني 8، 9 تقسيم 1 بعطيني 9، 10 تقسيم 1 بعطيني 10، 5 تقسيم 1 بعطيني 5، أي شيء بضرب بقسمه على 1 بعطيني الناتج وهو العدد نفسه.